كيتوبيا ماكلاوي بنك تلاك بتباليت اجبر برسند نيويورك كمي جنيو سيتي بانك يوطاو 27 مليون دولار ببانكو هابت لاي من المانة تشغر اندام ما اسكتل يا بيتوبيا بيهراوي بانك استاوكم بيتوبيا بيهراوي بانك سريت اجبر برو غنزب سيتي بانك بالو يا بانكو حساب بتكيت كلات كبين دمي درغم سيتي بانك رغاقتوال تادس ميزا يا إيتيبيا بيراي بانك بتج بربر السنة كنيويورك سيتي بانك يوطاون 27 مليون دولار بتملكتا بوجنا باغر وستي مجنانيا بزوان يبانكو يسرا هلا فيوج إجاتشو اللبت بميل سلطة لالفو زغبا تقابيون جنزابي لماس تشبت اندي چال بمالتنو لإيتيبيا تلفزيون مغلجاوني لاكو بانكو بكربت سيكتات تلو الناس فلاقين هلو سيادر مقويتونم أستاو سوال درغيتو يتفت سموهم بفوتو كوبينا بفاكس كمهونو أكوايا أسرار ويتيبيا بيراي بانك أسرار اندالوننا لزي عينة درغيتي تغالت أسرار اندالي اللوم عمل كتوال بتج بربرا سند كنيوركو سيتي بانك يوت تاون جنزب زو وروني فت سمو سيتي بانك انجي ييتيبيا بيراي بانك كالمهونم بلاي درغيتو يتفت سمو بتج بربرا وغن لاي انجي بيتيبيا بيراي بانك በኩል ስላልሆነ በባንኩ ሀብት ላይ የሚያስከትለው አንዳች ማይነት ችግር አለመኖሩን ባንኩ ለቴሌቪዥን በላከው መግለጫ አመልክቷል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስም የተጭበረበረው ገንዘብ በጥቂት ቀናት ውስጥ በሲቲ ባንክ ባለው የባንኩ ሂሳብ ገቢ እንደሚደረግም ከሲቲ ባንክ ማረጋገጫ ማግኘቱን ባንኩ አመልክቷል። ለወደፊቱም የባንኩ አሰራር ለእንዲህ አይነትም ሆነ ለማንኛውም አጭበርባሪ አሰራር እንዳይኖረው አበክሮ የሚሰራና የኢትዮጵያና ህዝቦቿን ጥቅም ለማስከበር ከምን ጊዜውም የላቀ አቋም እንደሚሰራ ባንኩ በመግለጫው አመልክቷል። የደቡብ ኮሪያ ፖሊስ ከኒውዮርክ ሲቲ ባንክ 27 ሚሊዮን ዶላር አጭበርብሮ አውጥቷል። የቀረውንም ሊያወጡ ነበር ያላቸውን 3 ናይጄሪያውያንን በቁጥጥር ስር ማዋልንም በመግለጫው ተመልክቷል።